احنا نبدأ القضايا الواقعة اللي هتشوفوها. احنا طبعا كل ما يتعلق بانتهاك الطفولة، تشوفوا طفلين اسبوع هما مجهولي الهوية لمدة اسبوع بدون اكل او شرب، وبقالهم اسبوع محتجزان بهذا الشكل، يعني مأساة. ما زلنا نبحث عن حل لكل ألغازها. تعالوا نشوف مأساة الطفلين ونشوف كيف يمكن أن نتابعها. صراخ وعويل وأصوات استغاثة تعلو شيئا فشيئا. استفزت الجيران لاقتحام إحدى الشقق المجاورة، وكانت المفاجأة طفلان محبوسان دون طعام أو شراب لمدة أسبوع كامل. آثار تعذيب وعنف واضحة على جسد الطفلين اللذين اتضح أنهما يعيشان مع شخص ما تركهما بين ليلة وضحاها، ولا تعلم حتى الآن حقيقة هويتهما. أنا في المركز عرفت أن اللي هو اسمه سمير ده مسجل، وان مامته رئيس المباحث بيقول ان مامته مسجونه فعلا، كانوا ضاربين عسكري هي وسمير ده ومحبوسه، وسمير ده عليه احكام ومطلوب. اليوم اللي انا جبت فيه من اللي جبتهم من المركز اتصل على تليفون واحده وطلب ان هو يكلمني، فانا كلمته لقيته بيقول لي انت مش من حقك ان انت تبلغي الشرطه، دول اولادي وانا برعيهم وباكلهم وبشربهم. مامتهم بقى فين؟ بيقول ان هم ان هي محبوسه في المستشفى هتعمل عمليه. مين اللي بيقول؟ هو سمير ده قال للجيران، ورجع قال ان هي سابت لهم البيت ومشت غضبانه وبتربي له. يعني الاولاد قالوا؟ الاولاد ده ما بيتكلمش، زياد اللي بيتكلم. زياد قال ان سمير ضرب نعمه بالمطوه والحزام وهي راحت عند جده في البلد. كمان ان الصغير ده تعبان لغايه تعبان جدا، كحه جامده وعنده جفاف، حضرتك مش بيعرف ياخد نفسه، وانا خايفه انزل بيه اكشف عليه، خايفه يتعرض لي في اي وقت، لان هو لما كلمني هو هددني في التليفون على فكره، وانا بطلب برضه استغاثه من الاستاذ وائل. انا عايزه اشوف دول مصيرهم ايه، يعني فين اهلهم؟ ما ممكن يكونوا مخطوفين. هو فين دلوقتي سمير والام فين؟ الام احنا ما شفناهاش، وسمير دوت جه يوم لما كانت الحكومه جايه تاخد الاولاد، جيب التوك توك لقى الحكومه ولقى الدنيا جرى، والحكومه جرت ورا منه، جرى بالتوك توك. قال الناس في التليفون، قال لهم انا عليا احكام، ومراتي الاولانيه عامله لي قضيه نفقه. روايه الطفل الاكبر زياد تنذر بانه كان يستغل في التسول من اشخاص مجهولين، غموض يحيط بحقيقه الطفلين. انت ما كنت بتقول له انا عايز اكل كان بيعمل فيك ايه؟ ضربني. بيضربك؟ عورني طول. عورني. بيضربك وبيعورك؟ عشان بتقول له انا عايز اكل؟ وما كنت بتقول له عايز اروح لنعمة كان بيعمل فيك ايه؟ افعي باب الشقة. تقول دي ايه؟ جاية حية حرقة؟ بايه؟ سمعة. كنت بتروح عند القطر؟ عند قطر سندوب؟ ليه؟ الناس بتديك ايه هناك؟ اديته فلوس كتير. بيدوك فلوس كتير؟ اه. مين اللي كان بيجي معاك؟ ولا حاجة، ولا السيد. الولا السيد؟ السيد ايه؟ اسمه السيد ايه؟ السيد محمد. السيد محمد؟ كان بيوديك فين السيد؟ السيد محمد الشقة بيا. كان بياخدك في الشقة؟ كان بيعمل فيك ايه؟ يضربني. بيضربك؟ انت اسمك زياد ايه؟ زياد محمد. هو اسمه زياد محمد، واللي هو كان قاعد معاه ده قال سمير، وقال ده يبقى اتجوز ماما. انا ام وعندي احفاد من دارهم، فلازم يعني المنظر ده ما يصعبش على المسلمين، وان قعدوا عندي ضرر، انا ما معيش اي اوراق لهم، عايز اكشف عليهم، مش عارف اخدهم وانسى. ممكن الشخص ده يقابلني في حته انا ما اعرفوش، بس هو عارف الاطفال. هل هما ضحيه التفكك الاسري ام مخطوفان من منطقه ما؟ كلها احتمالات تظل حاضره حتى يظهر ما يفصل في أمرهما. مي عبد الرحمن، العاشرة مساء.
طبعا احنا كنا بنشوف بنتابع معاكم قضية الحاجة سعدية، بس قبل موضوع الحاجة سعدية كمان الأطفال شوفوا ازاي دي يعني قصة في منتهى الغموض والغرض، قصة إنسانية بشكل يعني غريب في كل الأحوال. تعالوا عشان بس